فمن اللعيبه البروميسنج يعني محمد محمود وناصر ماهر، الاثنين دول اقرب حاجه لشويه فكره عبد الله سيد. انا لعيب بعرف امسك كوره، بعرف اتحكم باشاراتي كده كقياده داخليه جوه الملعب ان انا اوجه لعيبتي. دول اقرب اللعيبه اللي انا شايفهم على اللونج ران ممكن ياخدوا يبقوا في الحته دي. والشاهد في الامر ان عجبني فكره يمكن التنسيق اللي موجود بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي.